السلام عليكم يا بنات، ازيكم؟ في الفيديو ده حابة اكلمكم فيه عن قصة حياة جوتشي. مين هو جوتشي وبدأ شغله ازاي وليه هو مشهور قوي الفترة دي، وايه الحاجات اللي مشهورة في الفترة دي، الحاجات اللي بيباعها، عشان تبقي عارفة ايه الموضة. قصة حياة جوتشي مليانة احداث ومليانة حاجات هتستفيدي منها، يمكن انت في حياتك الشخصية ممكن تستفيدي منها. اول حاجة، مؤسس جوتشي اسمه جوتشي وجوتشي، عشان كده هتلاقي في البراند بتاعت جوتشي دبل جي اللي هو جوتشي وجوتشي. جوتشي وجوتشي كان شغال الاول في فرنسا، وكان بيشتغل عامل جوه مصنع لوي فيتون، كان في القسم اللي هو بيصنع الشنط الجلد الطبيعي بتاعت السفر. بدأ بعد كده يفكر ان هو عايز يستقل بنفسه وان هو يعمل بيزنس الخاص بيه. رجع تاني ايطاليا اللي هي بلده، هو فيها اسرته وفيها حياته في فلورنسا، ففتح اول محل ليه وفتح ورشة في 1920، وكان كبير في السن، ما كانش سنه صغير، وكان ولاده بيساعدوه في اللي هو يعمل الحاجات اللي هو بيصنعها، وكان بيصنعها بنفسه مع العمال الورشة اللي كان فاتحها وفي المحل برضو بتاعه. بدأ يعمل حاجات من الجلد الطبيعي، وبقى تميز جدا بالحاجات اللي هو بيعملها، بشياكتها، بالمتانة بتاعتها، بان هي قد ايه شيك وحلوة، وناس كتير حبت الحاجات اللي هو عاملها، وبدأ اسمه يتعرف وبدأ يبقى مشهور. الحرب العالمية التانية وخسر، لان المواد الخام اللي كان بيعتمد عليها ما بقتش موجوده، والمصدر اللي بقى يجيب منه الجلد ما بقاش موجود، فاتجه اتجاه تاني. فعمل ايه؟ اكيد الموضوع ده جاي عليه بخساره وقتها، بس بدا ما يخسر، وبدل ما يحس بالفشل اتجه اتجاه تاني خالص اللي هو بيعتمد عليه جوتشي لحد دلوقتي. يعني شوفوا، لولا المشكله اللي حصلت ولولا الحرب العالميه ما كانش بقى جوتشي وجوتشي فعلا المشهور دلوقتي، كان زمانه لسه بيشتغل في شنط والجزم الجلد الطبيعي وبس. بدأ ان هو يستخدم مواد تانية غير الجلد اللي كان بيستخدمه، بدأ يستخدم جلد الغزلان وجلد الخيل، بدأ يستخدم الكتان والحاجات القطن والقماش في صناعة الحاجات اللي هو بيعملها. بقى هيعمل حاجات مش تقليدية، يعني كله كان بيتجه للجلد، دلوقتي بقى بيتجه لحاجات تانية. جوتشي هو السبب في ان هو يبقى عامل الاتجاه ده. حتى في الاربعينات بدأ يستخدم في الشنط اللي هو الدراع البامبو، لحد دلوقتي دراع الشنطة البامبو مشهور لحد دلوقتي، من الاربعينات لحد دلوقتي. بدأ يعمل الموضوع ده وبدأ يتشهر بيه، ما يأس ابدا، وقال انا خلاص خسرت وانا الحرب دمرتني. اتجه اتجاه تاني، بص في حتة تانية، وقال انا مش هيأس، وقال انا حاسبت نفسي بس بطريقة مختلفة. ده الحلو في جوتشي، وده الحلو اللي في قصص حياة المصممين الازياء لما انا بحكيها لكم. ده اللي انا عاوزاه تستفيدوا منه، انه تشوفوا هم لما تعرضوا للحاجة تصرفوا ازاي. الا ما كانوش بقوا اساميهم كبيرة دلوقتي، لان محدش فيهم بدأ كبير، كلهم بدأوا صغيرين، محدش فيهم كانت الحياة ماشية معاه كويسة جدا طول الخط. لا، ده فيه الحرب دمرتهم، وفيه الحالة النفسية، وفيه الأسرة، وفيه كل حاجة، بيتعرضوا لحاجات شخصية دمرتهم وفي البلاد وكده، وما يأسوش، كملوا الحياة مشيت معاهم وبقوا مشاهير، والحاجات بتاعتهم مشهورة لحد دلوقتي. بعد كده فتح فروع في إيطاليا كتير، وبعد كده في الخمسينات، يعني بص هو بدأ من العشرينات، وفي الخمسينات بدأ يفتح أول محل ليه في أمريكا، وبرضو المشاهير بدأوا يلبسوه الحاجات بتاعته، وبدأ شهرته تبقى عالمية. جوتشي وقت ما فتح البيزنس بتاعه كان عنده 3 صبيان، وكانوا بيساعدوه في الشغل، بس هو نفسيا كان بيرتاح لأصغر واحد فيهم، عشان كده لما مات قال لهم الوحيد اللي يمسك الشغل بعدي هو أصغر واحد. طبعا ده عمل غيرة ما بين إخواته، بس رضوا بالأمر الواقع. لما الأخ الصغير ده توفى بدأت المشاكل تزيد جدا، والكلام ده كان في الثمانينات، مشاكل زادت جدا في الورث، ومشاكل مين اللي هيمسك الشغل، فاسم جوتشي وقع، وبقوا يبيعوا الحاجة رخيصة جدا، لدرجة ان هما بقى يعملوا تخفيض 80% علشان عايزين فلوس. وانا بحضر في الفيديوهات بتاعت قصة حياة مصممين الازياء، اكتشفت حاجة غريبة جدا ما كنتش اعرفها. لوي فيتون عامل شركة قابضة، اللي هي كل البراندات اللي ملهاش ورثة، او اللي هي خلاص علشان يبقوا اسمهم كبير زي ما هما، بقى موجودين في الشركة القابضة، اسمها ما يقع، وبدل ما خلاص تاريخها ينتهي بدأ ان هو ياخد البراندات دي كلها وتبقى تحت سيطرة لوي فيتون. وطبعا لوي فيتون بقى تاخد نسبة من ارباح الشركات دي. دي حاجة دي انا ما كنتش اعرفها قبل كده، يعني هما بقوا شركات تابعة، والشركة القابضة اللي هي الشركة الام هي لوي فيتون، وليها نسبة كبيرة في الاسهم بتاعتهم. من الشركات دي ديور وفيندي وجوتشي وبراندات تانية كتير، بس اللي خارج الشركة القابضة دي شانيل ولانكوم، علشان كده بتلاقيهم بيتحاربوا شوية. ومشكلة برضو الحاجات الشركة التابعة للشركة القابضة ان هم
ما يقدروش يفتحوا براندات تانية. يعني زي ما قلت لكم زمان قبل كده ان شانيل فتحت بورجوا ولانكوم فتحت لوريال، طبعا ديور ما يقدرش يفتح حاجه تانية، وجوتشي برضو ما يقدرش يفتح حاجه تانية لان هم تحت سيطره الشركه القابضه. المهم هرجع لقصه حياه جوتشي. لما حصلت مشاكل دي في الثمانينات والشركه اعلنت افلاسها، بدات لوي فيتون اخذت جوتشي لشركه تابعه ليها وهي شركه القابضه. ساعتها اللي استلم جوتشي وكان شاب صغير وكان لسه بادئ وطلع اسم جوتشي تاني، وجوتشي رجع على مكانته هو توم فورد. توم فورد طبعا هو صاحب براند توم فورد اللي هي مشهوره دلوقتي في الميك اب وفي اللبس وفي كل حاجه. جوتشي حاجته حاليا مشهوره بشكل كبير جدا اكتر من زمان. لما توم فورد مسك جوتشي عمل الحاجات بتاعته سيمبل جدا وبسيطه جدا. طبعا حاجه جوتشي طول عمرها شيك بس ما كانتش مميزه التميز اللي هي متميزه بيه دلوقتي. اللي خلاها متميزه دلوقتي ان هو رجع تاني يستخدم الخامات الغريبه والالوان الغريبه. هو مصمم الازياء الحالي ليها هو اليساندرو ميشيل. اليساندرو ميشيل برضو بادئ صغير في شركه فيندي وبدا يكبر بالتدريج لحد لما بقى مسؤول ان هو يمسك براند لوحده فمسكوه جوتشي. اتفرجت له على كام انترفيو كده ليه، حسيت ان هو بيحب التاريخ قوي، بيحب الحاجات القديمه. فطبعا انا حسيت ان لما جوتشي دلوقتي اتشهر بالحاجات اللي هي رجعت لها زمان، هو قد ايه عارف تاريخ جوتشي زمان ان هو اتشهر بانواع الجلد الغريبه والاقمشه الغريبه والالوان اللي مش تقليديه، الوان تركيبه الوان جديده بقى يعملها. لما بدا يفكر ان ده اساس جوتشي اصلا، بدا يعمل الموديلات اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي، بدا هو اللي يعملها بالشكل ده وبشكل مميز، وبراندات كتير جدا بدا تقلد جوتشي فيه. وطبعا اليساندرو ميشيل اخد احسن مصمم ازياء ل 2015 عن ان هو كل الكوليكشن اللي عمله وكل الحاجات اللي هو عملها، وكمان يعني رجع جوتشي زي ما كان الناس شايفاها. اللوجو بتاع جوتشي زي ما انا قلت لكم هو جي جي اللي هو جوتشي، وجوتشي اسم الشخص صاحب البراند. الوان جوتشي لو انتوا اخدتوا بالكم منها بتبقى اخضر في احمر، خطين خضر وفي النص خط احمر، ده ايه بيرمز ليه؟ ده الوان جوتشي دي مستوحاة من السرج التقليدي للخيل، لان هو كان بيتفائل جدا بالخيل وبالسرج ده، فعشان كده اخده وكان بدأ بيه من زمان جدا ان هو يحطه في الشنطة. فعشان كده لحد دلوقتي في الكبات وفي الاكسسوار وفي الشنط لازم يحطوا الحتة بتاعت الاخضر في احمر بتاعت جوتشي. بدأوا البرفانات في سنة 74 وحريمي ورجالي في نفس الوقت، وبدأ الميك اب في سنة 2014، يعني لسه جديد جدا في المجال ده. وحاجته اول ما نزلت حاجته شيك جدا وراقية قوي، وشكلها من برا الباكيجينج بتاعتها تحفة وراقية جدا، وحس ان انت ماسكة حاجة شيك قوي، ومن جوه كمان بتفاصيلها. طبعا انا عمالة اكلمكم عن جوتشي دلوقتي وانا للأسف ما عنديش منه اي حاجة في اللبس خالص، عندي منه حاجة واحدة بس في الميك اب هي البرونزر، وجبته برضو علشان لما اكلمكم عن فاست حياة جوتشي يبقى عندي حاجة منه اقدر اتكلم عنها. يعني البرونزر بتاع جوتشي شكله شيك جدا، وبصوا الخامة بتاعته من بره عاملة ازاي، المراية نفسها والتصميم البرونزر من جوه بالحروف بتاعت جوتشي موجودة بشكل شيك قوي، والفرشة بتاعته حلوة جدا في الدمج. حسيت ان هما مهتمين قوي بالتفاصيل، وانا بحب البراند اللي تهتم بالتفاصيل ويعملوا حاجة شكلها شيك. حتى لما البرونزر ده يخلص انا ممكن استخدمه كمراية للشنطة. جوتشي دلوقتي مميزة جدا وحاجات فيها مشهورة جدا. من اشهر الحاجات اللي موجودة بجوتشي دلوقتي هو السنيكر ده. السنيكر ده من اكتر الحاجات المشهورة لجوتشي حاليا، وبنات كتير جدا بيحبوه. وطبعا استايل الشنط الجديدة بتاعته، وعايز اقول لكم ان الشنط دي معمولة من جلد الغزلان. وفي كمان حاجة بتميز الشنط دي، ان كل مدينة نزل فيها الشنطة دي يكون التيكت جوه اللي مكتوب عليه جوتشي مختلف. يعني مثلا في دبي غير هونج كونج غير نيويورك، اللون المختلف. جوتشي مكتوبه بالاخضر في دبي، ومكتوبه في كل بلد مكتوبه بلون مختلف. اكسسوار جوتشي برضو الحاجات المشهوره ليه، والدبل بتاع جوتشي وحاجات كتير جدا مشهوره. وطبعا في سليبر مشهور ليه برضو، لما شفته منتشر بشكل كبير قوي فلفت نظري ودخلت شفته. بص هو مستوحى شكله من الخيل، شكله شبه الحصان بالفرو بتاعه كانه دي الحصان. فمش الحاجه بتاعته بتحسي ان انت مش بتلبسي حاجه عاديه، بتلبسي حاجه فيها فكر فيها شياكه.
مش عارفه ليه لما انا شفت جوتشي وشفت الحاجات بتاعته حبيت الخياطه فجاه، وحسيت ان انا عايزه يبقى عندي دلوقتي ماكينه خياطه، وان انا عاوزه اخيط وابدا افصل حاجات مع نفسي ولنفسي. فانت لو فعلا حابه الخياطه او حابه ان انت تبقي تفصلي حاجات، ابداي وابداي خياطي وابداي فصلي. حتى لو الحاجات اللي هتعمليها بتعمليها لنفسك، اتعلمي ايه فيهم واحده واحده لحد ما تعملي البيزنس الخاص بيكي. ولو فشلتي، مين الف مين بيفشل، والفشل هو اللي بتتعلمي منه النجاح. عمر ما النجاح هو اللي بتتعلمي منه، محدش بينجح على طول الخط، واللي بينجح ما بيتعلمش، لان الواحد ما بيتعلمش غير من اخطائه بس. وهي دي قصة حياة جوتشي، وانا هاخد بريك دلوقتي وهرجع اصور برضو فيديو تاني اللي طلب مني كتير، هو روتين العروسة. روتين العروسة بامكانيات محدودة، يعني مش حاجات غالية وحاجات، لا حاجات متوفرة، وان شاء الله هينزل قبل يوم الجمعة، يعني يومين كده بعد الفيديو ده ما ينزل هبدأ انزله لكم. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو تاني. مع السلامة.